عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اش كنت قدام خبز حافي بعدا. الله يجعل البركة. ويلي. الله يجعل البركة. صافي تبع الحمد لله. على قد الوقت. على قد الوقت. أييه. كتبيع هنايا المواد الغذائية. أييه. أييه. كيداير السوق ديال اللويزية. شوية الله يجعل البركة. ما بقاش كي كان. لا ما بقاش كي كان. مبقى عندو باب. قل من نص كاع. ياك. أييه. في المواد الغذائية واش كاين شي حاجة تزادت؟ كلشي مزيود. كلشي مزيود. دابا اللي حطيت على يدي. زايدة. ها كلشي زايد. لا كاين واحد حاجه ما كتزادش. حلاش راه معروفه. لا الصالير الملحه ها الصالير الصالير والملحه. الله يرحم والديك. حتى الملحه زادوا فيها نقصوا منها من الوزن ديالها. ايه نعم ايه من الحجم ديالها. التجربه فين هي الملحه؟ راه هي قدامك راه هي الملحه. راه باكيه الملحه. اعطيه اعطيه الميزان. انا غنجي نفخر. ها بسم الله. اعطيه بسم الله. عبروها وتعتم. انا الخويا هادو شتو ماشي قد قد. ايوا انت كتشوف. ونفس الثمن ديالها. شتي على 10 دريال. 10 دريال. ونقصوا لي منه. ونقصوا لي من الوزن. ما شاء الله. ايوا هذا هو اللي كاين والو. الله يهديهم. اللهم امين يا رب العالمين. دابا كتحرج مع المواطنين. نعم. كي السلعه كتكون السيمانه اللي فاتت بواحد الثمن كيصحابوك تلقى بزيد. فعلا. حنا كان باري كنشري بالغلا نبيع بالغلا صافي صافي مترس على شي بركه ديال 4 دريال ولا 10 دريال. الله يجعل البركه. هذا هو اللي كان. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك اسي. قدينا خويا. كاينه وكاينه مطيشه عندك. كيلو خويا. دينا كيلو خويا. حاجه ياخذ 3 كيلو. شحال مولف كتاخذ من كيلو انت؟ والله كناخذ 3 كيلو كناخذ 4 دابا وليت كيلو. كيلو كيلو شحال شريتي؟ 10 دراهم. 10 دراهم. وما غاتديش دابا هادي بزاف. ما غاديش بزاف غادي كيلو. دابا غتقول لمدام تكايسي. لا نقول لها تكايسي. حتى تقطع مطيشه كاع وقيت. لا والو ما كاينش ما كاين لا سلاطه لا والو. ما كاينش سلاطه. ما كاينش سلاطه ما كاين ما ندير اخويا. السلاطه ديال بصل مطيشه. لا والو. ان شاء الله. تاج هنا لقينا الله يدير الله يدير الشيء تاوي الخير. الله يصوب. الله يرحمنا. شكرا. الله يحفظك. سي احمد الله يعزك اخي راك منور لي السوق ديال اللويزيه. الحمد لله. وانت الناس طالع عليهم الدم على الغله هنايا. واش نتوما اللي كتغليو ولا شنو؟ لا شنو هو؟ شوف داكشي منين كيجي يا خويا. ما عرفتيش منين؟ لا المصدر ما عرفناش منين. ما طيشه حتى جايه دايره 240 260 بطاطا 160 البصله 12 درهم. شنو السبب؟ السبب قله التساقطات. المطار ودعم المطار. المطار ودعم. ولكن بزاف قال لك عا كنسقوا في الشتا. المطار ودعم المطار. الزير اش من الناس الزير اللي كيصدروا. الزير اللي كيصدروا السلعه هي اللي راه باش غلات. ما خاصهاش التصدير خاصهم يديروا حسابنا بنادم مغربتي يقنع مغربتي يدير عاده باش عاده باش يصدروا. صح.